المرأة يعني نصف المجتمع، يعني مش بس كحكي ومجاملة، لا هي بالفعل نصف المجتمع. إنه كمان يعني بحكش لا لأخو ولا لأبوه ولا لأي واحد يحرم المرأة من أي شيء من حقوقها. البنت إلها حرية الاختيار، ويعني هي تعليمها أهم. المسرحية أنا بعتبرها ممتازة ومهمة، لأنها جد وصلت فكرة الواقع اللي بنعيشه في المجتمع، ونعطي أيضا كمان حرية الاختيار يعني لكل فرد من أفراد الأسرة، وما نطلع على العامل المادي على أنه عامل أساسي في الأسرة.